قصد في ديني، انا بقول المراه ما كانتش محافظه على دينها، ما كانش محافظه على، بيقول ما كانش مطمئنه، حب يقول يعني حب يقول بالايمان تاعها بالجنه، وما كانت حب يقول امورها غير الهوى تاعها برك، يعني حكمت بزاف هوا، حكمت بزاف الهوى تاعها. و كيفاش تصلي يعني؟ لا الصلاة كانت تصلي بصح ما هيش في الصلاة برك، الإنسان باش يقول اليقين تاعو يعني حبي يقول ما هيش في الصلاة برك، يعني يجيب كاين بزاف أمور الإنسان يلزم يتشبث بهم باش تجي هذيك، تجي هذيك كيما نقولوا حنايا اللذة تاع المحافظة على الدين. كان تلفت ما نقولوش شوف هي لحق الدرجة باش يعني حبي يقول السب هذه ما نقولوش سبت، بصح واش نقولوا لحق الدرجه بيقول باش تضربني، يعني ضربتني هنا في الدوش، ضربتني يعني بدبزال لهنايا الكتف يعني، وهانتني وما خلتني، وكانت دائما تحتقرني وتعاينني بالاعاقه تاعي. ايه بعض التجربه الثانيه هذيك ما يليقش تعمقوا فيها، يعني حاب نقول ربما تخرج من الابتلاء الثاني، من الابتلاء الاول يعني تقع في ابتلاء كبير اكبر منه، وهو اني تزوجت الزواج الاول يعني من الدخله تاعي الاولى، يعني صبت المراه زواج ثاني خذته، ايه صبت المراه تاعي الثانيه، يعني حب يقول وجدت لي سحر، يعني لحق الدرجه حب يقول اني احارب بالجن. مساء الخير مشاهدينا الكرام متابعي برنامج احكي حكايتك، اهلا وسهلا بكم الى هذا العدد الجديد الذي يجمعنا على قناة الشروق. نلتقي دائما في هذا الفضاء لنستمع الى حكايات وتجارب وقصص الجزائريين التي يعيشونها لنتعلم منها ونعتبر. حلقة اليوم سوف تكون استثنائية بضيفها الذي يعتبر واحدا من ابرز صانعي امجاد التلفزيون العمومي في عصره الذهبي، انسان كبير بمقامه وكبير بتواضعه، الاستاذ جلال شندالي. مرحبا بك أستاذ جلال. بسم الله الذي لا إله سواه، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن والاه. بارك الله فيك الأخ يوسف على الاستضافة هذه، وشكرا لقناة شروق تي في إيث مثلنا يستمع صار معاول ناس وقسم قس إن شاء الله قسم رفوح إن شاء الله. أنت قمت بالتسليم على منطقة القبائل يعني. نعم. الأمازيغ. نعم، لانه انت تعتبر انه انت ملك كل الجزائر ليست فقط منطقه الجنوب. بسيطه شيخ يوسف، انت لما هنا راك تخاطب اعلم باللي انه راه يلتقطوا الصوت والصوره نتاعك في كل مناطق الجزائر، فكيف تمرر الرساله، رساله الحب والاخاء والعبره التي كنت تتحدث عنها في المقدمه نتاعك في جمله واحده. صحيح. سي جلال، كسؤال افتتاحي لحلقة اليوم، أنا قلت في بداية الحلقة أنك أنت واحد من أبرز صانعي أمجاد التلفزيون في عصره الذهبي، هل تعتبر أن التلفزيون الجزائري حاليا لا زال يعيش عصر ذهبي، ولا ذلك العصر ولا وانتهى؟ هو جهاز رسمي لما تكون باش تمرر سواء كان من 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 رئاسة الجمهورية أو الحكومة، سيد رئيس الحكومة أو الوزراء أو الوزراء، لما يعملوا دي ديكلاراسيون القنوات الاخرى تتبع، لكن هو القناه الوطنيه التلفزيونيه بالخمس قنوات كلهم مراه الحكومه والدوله. طيب على كل سنعود الى مكانتك الاعلاميه، مكانتك في المجتمع الجزائري عند المشاهدين. انت نعم. من بين الاعلاميين الذين طبعوا ذاكره المشاهدين. نعم. بدايه من عملك في الاذاعه الوطنيه وصولا الى امجادك في التلفزيون الجزائري. نعم. بيني وبينك لما تدخل الدار هل تبقى عايش بهذه الفكره انه انت نجم كبير في الاعلام، ولا لا انت تفصل بين حياتك؟ شوف يوسف، كلمه نجم واستاذ وشيخ وهذا ما كل والله العظيم مسؤوليه كبيره. لا احب ان وانت تعلم هذا الرجل الطيب هذا بدا خطواته الاولى في التلفزيون مع هذا العبد الضعيف. صحيح. وهكذا ولا لا؟ صح. وانت تعرف كما كنت البارحه جلال، كما البارحه كما اليوم كما في الشهر، عرفتني وقت صح. اللي نخدمه وقت اللي ما نخدموش 2012 جلال هو جلال ولا لا؟ صحيح. انا لا انافق، انا كما انا عندي رساله نمررها بالطريقه نتاعي بالاسلوب نتاعي، واردت انه حتى لو كان رساله اعلاميه
رسالة مش مليحة أحيانا، خبر مش مليح ولا مأساة في المجتمع نتاعنا، نعرف أن نمرها. أنا عبارة على لما تروح للطبيب يعطيك أدوية، كاين بعض الأدوية مرة كثير، واش يديروا لها في لي لابوراتوار؟ يعملوا لها اون بيليكول نتاع حاجة حلوة، حاجة اللي تقدر هكذاك جلال، هو لا بيليكول هذيك اللي باش تستعمل الدواء. ولو انه انت ما تحبش كلمة تواضع، ولكن هذا فعلا تواضع منك، لانه انا رافقتك في مهمات كي كنا نخدمه كيف كيف، وشفت الالتفاف الشعبي حولك، يعني التفاف جماهيري كبير حولك، يعني هذا الامر لا يحظى به كل زملائك. احسوا بلي انا كيفهم، انا ما نطلش على المشاهد نتاعي ولا المستمع، نطلع عليه من البلكونه. الكثير من اصدقائي ومن زملائي خطرت شهر بان في التلفزيون. إياكم والغرور، الغرور مثل السحابة، السحابة لو كانت ترفد حاجة وكرة رفدت قطرة متاع الماء. كنا نحكيه في كواليس الحصة قبل التصوير، كنا نشوف في حصة على الحرقة، وانت عندك وجهة نظر بخصوص الشباب اللي يحرقوا حاليا إلى أوروبا وإلى دول أخرى. هاد الشباب اللي تقول باللي تغيرت مفاهيم عندهم ونقصين وطنية، هل تعتبر أنه كرام يحرقوا هذا نقص وطنية؟ ما فهموش الوطنية، ربما احنا بلغنا لهمش كما ينبغي حب الوطن وحب بلادك. هؤلاء مساكين، وأنا أتألم وأموت لما نشوف شبان كيما نتوعنا قارب صغير وعلى باله باللي راح يموت، على باله باللي راح يموت، معنى هذا فيه مشكل كبير. يا إما الرسالة نتاعنا احنا، خاطر احنا مش دائما نقولوا الدولة نتاعنا هي ليلة. كلنا مسؤولين، كلنا مسؤولون على الوضع هذا، يا سواء كنت تاجر ولا إعلامي ولا وزير، كلنا مسؤولين على هذا. لا يا أخي. ولكن هذا نحن أكيد من منبر البرنامج يعني نندد بهذه الظاهرة الكبيرة ولا نشجع عليها، ولكن بيني وبينك جلال، وأنت عندك علاقات مع الشباب كثيرة، تتفهم واحد كي يحكي لك يضرب 7 سنين شوماج، 40 سنة باش يدي سكنة، أنا معك، تتفهموا أنه العدالة الاجتماعية ماهيش تقيس كامل الناس، يعني الناس متضررة. لما لا نصبر؟ تصور انت ملي لما تولد الدوله توفر لك الدراسه نتاعك، حتى اللي تخرج تولي استاذ كبير في الطب ولا في الهندسه ولا في اي حاجه، كله باطل، وتزيد توكلك وتزيد تنقلك، واحيانا تتسكلب بالنقل نتاعك وبالايوان نتاعك وباطعامك، واحيانا تعمل لك حفلات، ثم انت باش تجي ترد لها الجميل تروح للخارج، مستواك عندك شهاده استاذ ولا طبيب، تروح تخدم في خدمة دون المستوى نتاعك في الخارج وترضى بها وتسكت تحت الحراسة الصارمة للأجنبي. الأجنبي ما عندوش عاطفة، يقول لك نحب هذا الكأس مملوء لهذه الدرجة هذه في الوقت الفلاني، ما يقول لك لا صاحبي لا يصلي معايا، لا يحب المولودية معايا، لا وليد عمتي، لا وليد فلان. الناس واقعيين، لماذا نطبق هذا عليهم؟ احنا زعما مسلمين. أنا متأكد أن المشاهدين لديهم وجهة نظر مختلفة بخصوص هذا الكلام الذي يروج له السياسيون في الجزائر، أنه السكنة باطل والقراية باطل والطب باطل، ولكن الحديث يجب أن يكون حول نوعية التعليم ونوعية الطب. على كل لن نغوص في هذا الموضوع جلال، معك، لكن هذا خطاب آخر، هذا كلام آخر. طيب جلال، أنت تحدثت عن الصبر كقيمة يجب على المواطن أن يديرها في باله ويعيش بها. سنشاهد الآن صورة للمؤسسة التي كنت تعمل فيها، والتي يبدو أنك صبرت كثيرا أثناء العمل فيها. سوف نشاهدها مع فلا، زميلتي فلا. سنشاهد صورة التلفزيون الجزائري، صورة مبنى التلفزيون. هذا المبنى الجديد، هذا المبنى الجديد، كان المبنى القديم للتلفزيون. بالمناسبة أنا نحيي تحية إجلال وتقدير الناس اللي أعطوني الفرصة باش نخدمت في التلفزيون، لأنه في هذه اللحظة راهم مئات الألاف من جلال اللي راهم عندهم نظرة أخرى وعندهم إمكانيات أخرى، وبالدليل راك أنت راك موجود هنا يا والعديد من الشبان في القنوات الأخرين. طيب لماذا لمعت عينك بمجرد رؤية صورة التلفزيون الجزائري؟ لأنها أنت متأثر. إيه هذا سبب وجودي، هذه بفضلها تزوجت، بفضلها زرت بيت الله، بفضلها عرفت الرجال، بفضلها عرفت كل حياتي في هذه المؤسسة هذه، خاصة الإذاعة. لأنه التلفزيون في الثمانينات فقط بدأت، قبلها في الإذاعة. نعم، المؤسسة الوطنية للإذاعة. بالنسبة لك سي جلال، أيهما كان أسهل، أيهما كان أصعب،
الدخول إلى التلفزيون ولا الخروج منه بعد في 2015؟ الخروج. الخروج كان أصعب. الخروج لأنك تصور أنت في بيتك ويعطوك قصر، تمشي القصر الحرير والخدم والحاشية إلى آخره، لكن تحن دائما إلى فراشك المتواضعة والمخدة نتاعك المتواضعة. أنت حاليا تعيش في قصر؟ نعم. تعيش حاليا في قصر؟ أنا نعيش الآن في أجمل قصور الدنيا. بيتي. مع ولد بنتك؟ مع ولد بنتي والزوجة الصالحة. نوجه لهم تحية من البرنامج. الله يرضى عليك. جلال، كان هذا كلام جميل، والوفاء جميل. نعم. الواحد يكون عنده وفاء للمؤسسة تاعه جميل. نعم. ونحن نعيش حاليا فترة وين تحس أنه الصحفي ما عادش عنده وفاء للمؤسسة اللي يخدم فيها، سواء جريدة ولا تلفزيون. ولكن باش نحكي وباش تكون موازنة في الكلام. نعم. هنالك إجحاف من قبل المؤسسة العمومية للتلفزيون لبعض الزملاء، ومنهم مراد زيروني عفيفة معلم. لما تشوف وضعيتهم حاليا يعني تتأسف كيف لنجوم التلفزيون الذين صبروا حتى في العشرية السوداء أن ينتهي بهم الحال هكذا. يعني هذا الخطأ من الناس كما هذوما، ما كانوش يخلصوا على الأقناص، ما يخلصوش على أنفسهم. ما يقلوش للزمان عقوبة. يعني أعطيك صحة، العديد من الممثلين ولا صحفيين ولا منشطين تاع زمان يخدموا، عندهم الافراح، عندهم المهرجانات، عندهم المسلسلات، يقبضوا المال والفلوس، لكن ما يخلصوش على روحهم، ما يفكروش باللي غدا ربما فيه مرض، ربما فيه تقاعد، ربما الديوان الوطني لحقوق التاليف والحقوق المجاوره راه يبذل فيه مجهود كبير باش يكون على الاقل شويه. لكن رانا في ازمه، رانا ازمه ماليه خانقه البلد هذه، ها المشكله وراها. على سيره الزملاء، سوف نشاهد صوره اخرى زميلتي فلا حضرناها لك باش تشوفها. نعم. بشخصيه اعلاميه معروفه في الجزائر. الاستاذ علي فضيل. استاذ علي انا فخور به بالله، لانه زميلي وصديقي قبل ما نكون انا في هنا في تعرفت مع الاستاذ علي فضيل في وسط ثمانينات من القرن الماضي. كان بنفس الشكل ولا تغير؟ شكله هو ربما الكرافطة معوجة شوية، لكن دايما هو أنيق من زمان. كانت عنده حصة في الإذاعة في القناة الأولى لما كان هو صحافي واحد الجريدة عمومية. فكان احيانا الرئيس التحرير ولا المدير تاعو ما يخليهش يخرج، عنده تغطية إلى يعيط لي يقول لي جلال، يقول لي جا ربي يدبر راسك في الحصيصه هذيك، اتصرف. هذه ثقه كبيره. الحصه نتاعو المفروض هو اللي يكتبها، لكن انا اللي نحاول نجتهد. وتعاملنا لسنين طويله. وفخور علي، الاستاذ علي فضيل يمثل كل هذه المجموعه هذه نتاع القنوات التلفزيونيه الخاصه، وناس بداوا التسلسل نتاعهم في حياتهم المهنيه مشاو مشيه مليحه، وهذا شيء يشرف الجزائر تكون كل هذه الرأي والرأي الآخر والشروق. والشروق كذلك هي واجهة أخرى جميلة عن الجزائر بالفعل. تقدم الكثير للمشهد الإعلامي الجزائري. على كل لا أشك في هذا. تحيتنا أستاذ علي، أظن أنه سيصر بهذا الكلام الأستاذ علي فضيل. نقص السي يوسف شهرية شميت عليه ريحة قبيلة دار تاع 3 ملايين. لا أظن أنه سيستجيب لهذا الطلب. خبي شوية صور ده وتزوج. الله يسلمك الحاجة زوجيه. جلال، في سنوات عفوا انت كنت حكيت مقبل على موضوع الزواج ونصحتني. نعم. بالزواج. نعم. وش رايك في شخص مواطن ربما يستشيرك كي يجي يتزوج يقول لك انا الشرط الوحيد في الزوجه انها تكون متدينه ومؤمنه وتصلي الى غير ذلك، لانه هذا تقديره للمراه الصالحه. نعم. اما اذا كانت على غير ذلك فهي بالنسبه له غير صالحه. ما رايك في هذا التفكير؟ الزواج هكذا، قلب الكارطه هذيك، ربح ولا خسر. تقول هذه لا بنت اصل، لا تقول ابوها امام ولا اكرمكم الله سكرجي ولا علاش؟ لانه في الحياه الزوجيه لما بمجرد ما يتزوج الانسان راح يعاودوا كل شيء من جديد. راح يعاودوا يبداوا من حاله صفر. معناها هو اذا كان ياكل البانيني والبيتزا لبرا راح يولي ياكل، يعرف العصبان ويعرف العدس ويعرف الروز او الروز والى اخره. هي وكان ياكل ماكله تاع يماه، ربما تختلف في اللباس، ربما اللباس ما معناها. احنا الجزائريين دائما نقول انا زوجت بناتي والحمد لله رب العالمين، دائما الصراحه
صراحة الأولانية يا سيدي نعملوا نقعد راسي راسك بحضور الوالدين، والديها والديها، هاي الأشياء اللي نحبها، هاي الأشياء اللي ما نحبهاش، هاو مستوايا. أنت قولي لي العيوب نتاعك وأنا نقول لك العيوب نتاعي. المظاهر والتصفاق ومهند والروايح والورد والتليفونات ما يفيدوش مرحلة معينة. كسؤال آخر يعني نعم. في نفس السياق، هل أنت مع أو ضد تعدد الزوجات؟ لما شخص مثلا شخص معاق أو شخص مصاب بمرض ما يتزوج أكثر من زوجة بحجة أنه حلال؟ المولى سبحانه عز وجل يقول إن تعدلوا، واش الإنسان يعدل أو ماش سهل. أنا عندي زملاء، عندي أصدقائي يقدروا يعدلوا، ولكن من الصعب، من الصعب. والنبي عليه الصلاة والسلام يفضل عائشة على الآخرين. صعيب صعيب، لأنه القلب ما يقدرش، القلب ما يقدرش يتصرف فيه العقل، القلب ما يتصرفش فيه العقل. لما يديك يقودك القلب ما فيش كلام. مثلا ان شاء الله وليدك يتزوج عن قريب، لو مثلا شخص مقرب منك، وليدك ولا صديق مقرب قال لك انه حبيت نتزوج اكثر من امراه، اسكو تشجعه ولا تقول له رد بالك؟ نقول له ربي يكون معك. نقول له ربي يكون معك ان شاء الله. هذه حياته الشخصيه، يتحمل شخصيته. طيب، ولكن لما يكون هنالك متضررين ما تعودش حياته الشخصية. على كل إن جلاء سوف نشاهد طبعا. الآن التقرير الأول اللي عرضناك باش تعلقنا عليه في حلقة اليوم، وهو للسيدة حدة من عين الدفلة. حدة، سوف تكتشفون أنها زوجة أحد الأشخاص الذي عرضناه في الموسم الفارط والمسمى بأحمد من القليعة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي جاء إلى البرنامج وأخبرنا أنه طلق زوجته لأنها ماشي مؤمنة ولأنها خرجت له ليس كما كان يتوقع. ولكن بعد أن قمنا تحقيق اكتشفنا كارثة واكتشفنا كذبة كبيرة أسمعنا إياها السيد أحمد. نحن حاولنا الاتصال به في البرنامج يكون حاضرا في هذه الحلقة ولكي يرد عن نفسه، ولكن هو غير موجود. ومن منطلق أننا نوفر نفس الفرص للأشخاص، بما أننا خصصنا حلقة كاملة للسيد أحمد الذي تحدث عن زوجته، نحن في هذه الحلقة سوف نحيل الكلمة لزوجته لكي ترد الاتهامات التي وجهها لها السيد أحمد. وصورنا معها هذا التقرير، ندعوكم لمشاهدته. ونعتذر مرة أخرى للسيدة حدة لأننا كنا سبب في بعض المشاكل العائلية التي تعرضت لها. هذه لم تكن نيتنا من البرنامج على الإطلاق، ولكن ضمانا منا لحق الرد قررنا تصوير هذه الحلقة بحضور السيد جلال الشندلي. سوف نشاهد الحكاية ونواصل حلقة اليوم. هذه المرأة التي تمشي بخطى متثاقلة جاءت إلى البرنامج لترد على زوجها السابق الذي استضفناه في حلقة سابقة وأخبرنا أنه يبحث عن زوجة صالحة ومؤمنة، ولكن هيهات أن تنهى عن فعل وتقوم بأبشع منه. عاشور أحمد، بلكم بلي سحر سني، بلي نهار اللي وديت عودة منك ستعندها سحر. أنا مقادش عنده، أنت حتى ما طيبت له، ما وكلته، ما درت حتى حاجة. يما هي اللي جابت الحشا، يما هي كلش. وفطور ثاني صباح قال القهوة كاينة، كان الحليب في الفريجيدار شرب روحه. ما درت له حتى حاجة، وقلت لكم باللي هي سحرتني وقيتك. كذب عليا كي جا لدارنا في الأول، واش قال لي؟ قالنا باللي مرتي مريضة. وقال باللي هي مريضة ودارها كل واحدة دارها وحدها. قال لي يما، كي قالوا له دارنا على ما جبتش يماك، قال لي يما مكفوفة. خاوتي ما كانش، ما كان حتى واحد. يما خياتي ما عنديش، خياتي كاع في الخارج، خاوتي في الخارج وخياتي في الخارج. تعرفت حدة على زوجها السابق عندما تقدم لخطبتها مدعيا أنه يعيش في منزل لوحده رفقة والدته المكفوفة، وأن زوجته الأولى مصابة بمرض يمنعها من الإنجاب، إلى أن مرت الأيام واكتشفت الحقيقة المرة. كي خطبني وقيت قلت قال بلي عندي الزوجة مريضة،
عندها مرض السكر وعندها من شارفة مريضة، وانا حوس الزوج بدل ما انا حطبيب ماني شارفة هكا. ومن بعد كي رحت رحنا قلت لك داني القليعة، درنا الاخر تاعنا تما العقد تاعنا في المحكمة. يا اخي سقسوه ولا مرتو باللي مطلقها باللي لا لا باللي قابله ولا مش قابله. فلو كي قالوا له مرتك قابله قال قابله، احنا كون لو كون قالنا باللي مش قابله ما نقبلوش به. انا عمري ما نروح على مراه يا ما مزوج بها ونروح عليها نروحش. بعد كي لحقنا تما عند الجوجه سقسيتنا، قلت لي سقسيته قلت له واش، قلت له انتم كيفاه تحوز دعوه الزوج؟ قال لها اش سيد الرئيس انا شرادي الربعه، هكا هذيك الكلمه قالها لها شرادي الربعه. قلت له قادر لشقى؟ قال لها ايه. قال لها هذه دارها وحدها وهذيك دارها وحدها. بملامح غيرها الألم والغدر تواصل حدى سرد حكايتها مع زوجها السابق الذي كذب عليها مرة أخرى وأخبرها أن زوجته الأولى موافقة على زواجه، إلى أن فجعت أنها ستعيش معها في غرفة واحدة. كان يقول لي باللي هي دارها وحدها، ما تقولش علي على بالي باللي قال هذه مرتي مريضة ودارها وحدها، كي دارك وحدك وهي دارها وحدها. أنا صح هذه هنايا. ومن بعد كيت صوت قشها صوت صوالحها تما كلش تما حوايجها مع القين لقن في القزاء في الشمبرة كلش. كي تجي ندير حوايجي صوت قشها كاع تما، كي صوت قشها تما ما هدرتش والله ما قلت. بعد كانت كي كانوا دارنا تما شغل هما ثاني حسوا بالشاب شاف الحوايج هكا بصح حست باللي تاع مرتو باللي تما ما قالتليش. بعد كي تساكا وسيت بعد انا قلت بالك حوايج بالك تاع خياته بالك انا ما جاتنيش في البال تاعك. انا كي قال لي بلي مرتي لها وحدها ما دخلتليش في راسي ما نكذبش عليك. حتى قال لك 12 ولا ما على بالي بكيت بها هو اللي نسق. قال لي حوريه راح لمرتو، قال لي راحت. وانا شوكيت قلت له وين راحت؟ على وين راحت؟ يا اخي قلت يمشي قلت لي دارها وحدها. قال لي لا لا جوله ولد خوها داها فاش تقعد ولد خوها جداها. قلت له علاه من الاول؟ مشي قلت لي قابله ومن الاول قلت بلي راهي قابله وقلت لي دارها وحدها وانت دارك وحدك جبت ولد خويا شاف الدار علاه ما قلتيش من الاول؟ هذه الكلمه برك. من بعد قلت نقول لك صراحه بديت نبكي، بديت غير نبكي ما هدرت معاه ما قلت ولا ليا ولا وعلاه. علاه بكيتي؟ اه غاثني يا عمر عليك. شوف شوف كيفاش كان يكذب عليك حتى ولينا في حاجه واحده اخرى. هذين اللي غاضتني عمري من الاول ما صرحنيش كون نقر لي صراحه حكى لي صراحه من نواسيش ما نتقلقش شغل شوفاني. هذين اللي قلقتني هذين اللي بكيتيها برك. بصح ما كنتش ناويه بلي نخرج من داري. المهم خلاص كيما قال لك موسى حكم العظا طفرت ما عندي ما ندير. حدا هذه المرأة الجميلة رغم كل شيء وافقت على الزواج من أحمد بعدما تعبت من التنقل بين منازل شقيقاتها رفقة والدتها المسنة والمريضة. شوف أنا لا قبلت بيت ما نكذبش عليك بصراحة ما نكذبش عليك. أنا ما بوستني حتى حاجة تاع علاقتي ولا حتى حاجة ما نكذبش عليك. أنا كيف الأول كي جا خطبني وقالت لك قلت لك شرط لي هذوك الشروط وقالت لك ما حبيتش قلبي هرب في الأول. ومن بعد كي عاود ولا لي قلت على حاجه ربي سبحانه كي زاد قال لي انت دارك وحدك وهي دارها وحدها وقالت لك كل واحده في بلاصتها. ما قاليش باللي ضربتني ودارت لي وصنعت لي ما قالها ليش ما قالناش هذه الحكايه قالت لك. قال باللي مريضه بركو كيفاش قلت على كي دارها هي وحدها وانا داري وحدي كيف كي يخطب لينا ولا يخطب خطه اخرى كيف كيف. وانا زدت ثاني شغل اخي عند خياتي برك شغل ما عندناش دار ما عندناش دار فيها كفي دارنا كان دارنا دار قدام خويا شغل ديرناها غير هكا بالقرموط قصدير تيل كاع علينا في الشتا مانا قاعدين فيها وفي الصيف مانا قاعدين في الصيف الشمس في وسطها وفي الشتا ثاني الشتا سما ما رفدنا قاعد سما انا كنت انا كنت كنظلوا عند خياتي زوج تكون هي وحده خير من زوج يما هي مهما كان يميهم وانا مهما كان اخوتهم في قبل ربي مكتوب الروح خير. ما تمنيتش فيها الخديعه وما تمنيت فيها حتى حاجه اللي باش يخدعني بهكا ما نكذبش عليك. انا ما حبيتش قلت على حاجه ربي سبحانه انا ما عرفتش منه نقولوا ما ديك نحكي حكايه كاين حكيتها للطبيب واش قال لي؟ قال لي ما قال لي انت خير منه قلت له حاجه ربي سبحانه. كنت ضحيتي
ضحيت ايه على جريمه. قلت معليش انا قبلت به معليش. قلت نورمال انا نسبه انسان مؤمن نسبه انسان ويد فاميليا ما كنتش درت لي هكا في هذا اللباس مع هكايا نسبه انسان مؤمن انك شتو داير اللحيه زعما ويحلف اقسم بالله يحلفني يقول لي ما نخدعك ما ندير لك حتى حاجه غير كي قال لي ثقيله عليك والخفيفه ثقيله عليا والخفيفه عليك هذه ما نكذبش عليك هذه اللي خلاتني نسيته بزاف. نية حدة وسذاجتها التي لا حدود لها جعلتها تقبل بمهر لم يتجاوز 3 ملايين، ولم تكتفي بذلك بل قدمت الخاتم الوحيد الذي كانت تحتفظ به لزوجها، وعوض أن يشعر بالخجل من نفسه طلب منها استرداد المهر ليشتري به جهاز تلفزيون. ايه انا اللي دفعت كما وسادي المهر 3 ملايين. واش قلت لك؟ قلت لحفظتي قلت لي 3 ملايين. كان عندي خاتم ربي وشاهد عليا، كان عندي خاتم تحمد المهم باه ما يواسونيش يقولوا لي قلال وقايس. قلت هذا خاتم انا نسيه لك انت بلي نقول لهم بلي هو جابوا لي. ديك النهار راه قال للجوجه قالها يا سيدي الرئيسه قالها هي اللي طلعتني الخاتم تاعها. راه يعيط لخويا زعما قال لي نقول له بلي هي طلعتني الخاتم وطلعتني ذي هذه هدره يهدرها هو. هذا انسان مؤمن انا كدرت فيه الواس هكا بلا قويه من شافه وشي زيد فيه النص هو والله غير زيد فيها النص كي طلعت بعد في وحده مؤمنه بتفاميليا هذه هو يديرها لي هو هكايا والله ما ننساله قسم بالله ما ننسى هذه الخديعه غير امس اي ما تشوكي تشوكات غير جيلو بسبته وبسبتي والله ما ننساله. بعد شي قال لي لا لا دراهم ما تعزلاش نشوف انت كي كتيهم ما نكذبش عليك نشوف تلفزيون شوكيت. أكثر ما يحز في نفس حدة هي الفضيحة التي شعرت بها بعدما أرجعها زوجها بلا سبب إلى منزل أهلها مدعيا أنها مريضة وأرسلها في سيارة أجرة. لا تبهدل اللي بهدلني لا الهدر اللي هدرها فيا اللي عيط لخويا وقال له بلي أختك مريضة مرض العقلية وعيط له قال له يطلب مني أنك وتاحة خويا اللي هذه اللي واساني رماني برا قال لي مازال قال لي زيد يرميك قال لي وزيد يقيسك برا قال لي معليش قال لي نحرقك بالنار ونحرقك بالمازوت بالانصاص هذه كلمه هو يعيرني بها يقولها لي. قلت له جيت مؤمن تجي في ديك الدقيقه تجي ترفدني تديني في ديك الدقيقه ماشي تخليني هكاك يعني مرتك مانيش عارفه كيفاش هيك ما جيتكش بالحرام كنت خلت عليك بالحرام ايه جيت للدار جيت تما لقيت مع فاميليا كانوا كاع الغاشي تما ربي راه شاهد علينا راه الامام شاهد الغاشي شاهدين. بعد قال الرئيسه قال لها يا سيدي الرئيسه قال لها هذوك فاميلتها قال لها هذوك شهود فاميلتها انا واش كاينش نجيبو وشكون اللي يجي شاهد منين نروحو نجيبو الشهود دوكا قول لي منين نجيبهم هذه النهار اللي رحنا شواسينا قال لها هذو فاميلتها. هذا انسان مؤمن هذا مش مؤمن ما نكذبش عليك والله ما هو مؤمن ما فيش الخير نهائيا. حسبي الله انا من الوكيل حسبي الله انا من الوكيل. قولي لي لك عندك الكوراج واجهني. شوف احمد الله عندك الكوراج واجهني لا عندك الكوراج واجهني وهدر معايا جاوبني لاني نكذب عليك ولا صح. ويحسبني يرموني برا كما على بالو يقول لك باللي كير معها اخوها يرموها الاخرين فين يكمل الاول عليك على بالك باللي عندها عايشه عند خواتاتي علاه جيت خطبتني ياك حكيت لك قلت لك بالاول باللي راني عند خواتاتي علاه جيت ليا علاه ديتني
من الاول قلت لك انا جيت خطبتني من عندهم، كان بالك كيما كنت انا بالك ما عنديش ما عنديش بابا ما تجيش تخطبني، كيما حضرش خويا ما تجيش تخطبني وما تجيش تديني، على ديتني شي حسيت روحي ما نسواش، انا بالك وليت خلاص تخبيت ماشي غير ما نسواش، الناس واش تقول عليك واش تهضر عليك هذاك النهار واش يقولوا عليك، زاد عيط لخويا قال له بلي اختك بلي اختك مريضه وني جبتها للدار، انا جبتها لكم قصتها لكم، خويا قال لي مازين ما نشوفكش خلاص مازينش نشوفك خلاص، هذه اللي خرجها من الدار خرجنا في الزوج دينا السلامه وغير عند خياتي من بيت البيت، هذه ما تغيضكش هذه انا اللي غابتني ما نكذبش عليك، وما دي راح تنزل لي لا القضيه تاعي وما تقول لهم خلاص طلقتها، الناس شو ما يقولوا؟ هم يقولوا كل شيء كلش، واش نقول لك خو واش نقول خويا دركا هم يقولوا كل شيء كلش هم يقولوا، هذه انا اللي غابتني بزاف، كل ما تقول لي واش صافيها هذه راه جردها، هذه هي اللي راه غابتني بزاف، هذه اللي غابتني بزاف ما نكذبش عليك، هذه اللي قصتني تشوكيت انت ما خسرتي كاع في الهضره، ما خسرت والو في الهضره، قلت لك ما قلت له والو ما درتش كاع. اثناء التصوير مع هذه المراه المحطمه كان صوتها يختنق من البكاء على حظها التعيس ولم تكن تقوى على المواصله. ايه كان مؤمن هكا، هذه اللي قالها لي ما نكذبش عليك، قال لي والله ما نغبنك والله ما تصرى لك حاجه، وقلت له قلت له يا احمد مرتك لي في الدار ما تغبنيش، لا مرتك في الدار ما نظنش مشاكل، قال لي لا لا، قال لي كون انا عايني بهكذا قال لي مانيش نكذب عليك، قال لي راني انا رحت العمره، قال لي رحت العمره ثلاث مرات، قال لي انا رحت العمره، قال لي انا مانيش هدر، قال لي هذا الوجه مش تاع اللي يكذب عليك ولا يخدعك هكا، دوكا بديت هذا وكذا صحابي بديت ما نقدرش نشوفهم تلفزيون دوكا ما نشوفوش شوكيت منه، دوك نشوفهم هذوك تاع الاخرين خلاص بديت من ما تقدرش تتحملهم، والله غير شوكيت تولي الدماء واحدة تهبط. قبل ان تغادرنا حدا الى القرية التي تقيم فيها وجهت رسالة قاسية الى زوجها السابق الذي لم يكتفي بالكذب عليها واستغلالها بل حرض شقيقها عليها الذي صدق كلامه وطردها من المنزل رفقة والدتها. والله ما نسألو طول حياتي بلا غادي يقولها هو ما يقول قداش يقولها صباحنا مومنا بيت فاميليا والله ما نوثق لي، وش قلت له قلت له يا احمد اقسم بالله الخبز نجوز معك بالماء والله ما نغبنك ما تغبنيش برك ما كان بالك اش مدير لي ولا كاش حاجه ولا انا في الدار في روحي في الدار كعرف انا دماغي عند الانساب عند خواتات عندك تعرف تعيا بزاف بزاف ما تقدرش تعيش كيما تكون عايش حر في دارك ولا عايش في داركم، هذه اللي تغيظك هذه اللي شغله ما تسيت بيه، وانا ما نكذبش عليك ما تمنيتوش الشر ربي راه عالم عليا اللي نويتو الشر، بصح كيما نوالي هو الشر والله ما نسمح له طول حياته والله ما نسمح له، موت القيامه نسق له هنا اقسم بالله ما نسمح له، ويحلف على المصحف ويقول انا غابتني غير المصحف اللي يحلف عليه. أي كلام وأي عقاب ينتظر هؤلاء البشر الذين يدمرون حياة الغير؟ وإلى متى سيظل الدين واجهة يضعها المنافقون قناعا على وجوههم ليخدعوا به الناس ولكن لن يخدعوا به رب العباد؟ مشاهدينا الكرام كانت هذه إذن حكاية حدة من عين الدفلة، أو بتعبير آخر كانت هذه نسخة السيدة حدة الزوجة الثانية لأحمد الذي عرضناه في الموسم الفارط الذي كان يبحث عن زوجة مؤمنة وصالحة ومتدينة إلى أن ظهر أنه
على غير ما يطلب. سيد جلال، سنفصل في الكلام الذي قالته السيدة حدا نقطة بنقطة كي يستوعب المشاهدون. هي في بداية الحلقة قالت لك أنه هو لما جاء خطبها قال لها أنه مرتي الأولى مريضة ويما يعني أنت راح تكوني زوجة ثانية، وعلما أنه هو من ذوي الاحتياجات الخاصة وفوق كرسي ويصعب عليه أبسط الحركات تصعب عليه. وش رأيك في شخص هو مريض وشفنا شوية من الصور، وش رأيك في شخص بحالته يعني فوق العشاز غولونت ويحوس على زوج نساء وثلاث نساء وأكثر من ذلك، ما رأيك في هذا الشخص؟ الله أعلم. أنه الإنسان هو جسديا ما هوش في كامل قواه، لو كان ربما كان يبحث على ممرضة، ربما كان يبحث على ممرضة، أنا مانيش عارف مانيش في راسه، أنا فقد الممرضة. لو كان يبحث عن زوجة صالحة فقد الزوجة الصالحة بسوء بالمعامله اللي ما مشاتش في البدايه، ما بداتش على قاعده صحيحه، فخسر الممرضه وخسر الزوجه وخسر ربما حتى حياته، حتى ربما حياته. وش رايك في اهله لما الاهل يوافقون على تزويج ابنهم لاكثر من مره ويخطبوا له ويدوه وهو في هذه الحاله، بس كنت حس باللي صراحة بعض العائلات يعني شغل جهة سايبة، مش سايبة، شغل جهة سهلة أنهم يزوجوا وليدهم ولو أنه معيوب مرة وزوج وثلاثة، حتى ربما على حساب ربما حابين يتخلصوا منه، ربما هو في حد ذاته عبء على إماه ولا أخواته ولا أخوته، يقول لك هذه فرصة يروح على الأقل أولا نتوسعه، ثانيا راه في أمان، خاطر يوصل إلى درجة لازم أشياء شخصية تقوم بمقربين ليه، حيث الدواء ولا الغسل ولا التطهر الى اخره لازم تكون اقرب الناس اليه، امه ولا اخواته ما كانش فيلجا الى الزوجه نتاعو، فيقول لك احنا ما دام كبر الرجل ويبحث عن الباءه فربي سهل، اول مره المراه الاولى اللي تجي يقولوا له يلا نعاونك، لكن ظهر لي باللي هنا ما قالوش الوالدين لا بالعكس كانوا موافقين، لانه علاش قلت لك هذا مواصله لما عرضناه سابقا. انا رحت عندهم للدار وتلاقيت معاه ومع يماه، ويما حكت لي كلام غير صحيح على الاطلاق، على كل هي الحصه الاولانيه هي مسؤوله عن كلامها امام الله، واظن ان ابنها بحاجه الى طهاره داخليه قبل ان يكون بحاجه الى طهاره خارجيه. هي السيده حدا كما اشتكت تهضر، هي تسكن في الدوار في عند فلا في واحد الجبل معزول، يعني ما تلفزيون ما عندهمش. وش رايك في التصرف تاعها لما هو راح باش يعني يقدم لها مهر، قدم لها 3 ملايين اللي كان ما يجيبوش التليفون، وهي من الحشمه قدم فاميلتها، كان عندها خاتم واحد اعطته له، قالت له باش ما يقولوليش الفاميليا او ادفع فيك شويه. وش رايك في هذا التصرف؟ هل هذه شهامه من قبلها؟ حبت تستروا يعني، ربما حبت تستروا، نيتها كانت خالصه وصادقه، تقول لك على الاقل حتى باش ما يهضروش فيه الوالدين ولا الجيران ولا الى اخره، على الاقل هو نيته صادقه باش يكمل معها، يبدا معها حياه جديده، تقول لك على الاقل نعطيه باش يسترني ونستره نكبر بيه وما نوليش حكايه مع في وسط الاهل الدشره. في الحقيقه شجاعه كبيره باش مرت في التلفزيون وتكلمت، خاطر بعد ما تفوت الحصه كذلك هديه وتزيد تشوف هذه كلام الناس لا يرحم، الناس كلامهم لا يرحم، كلامهم لا يرحم، لكن اعلمي يا سيده حدا انه الناس ما يقولوش عليك، يعرفوا الاصل نتاعك ويعرفوك ما يقولوش عليك. هنالك نقطة أخرى تحدثت عنها السيدة حدا، هي قالت لك أنه لما دفع فيها غير 3 ملايين وهو قادر أنه يدفع فيها أكثر، ولكن جاته ربما سهلة، جاته سايبة. لما رجعوا للدار قالها عاودي رجعي لي المهر باش نشروا التلفزيون بلازما بدراهم المهر. وش رأيك في المادة؟ طغت المادة في أيامنا هذه ولينا دي ماتيرياليست. الجزائري اليوم ولا هات تهفت، قد ما عندك باش تشري سيارة كبيرة، هو وكأنه في رأيه يحترموه على حسب السيارة، كبر السيارة نتاعو ولا الريحة اللي عنده ولا الكوستيم اللي عنده، أما هذه كلها شكليات. هذه لو كان عرفوا حقيقة الزواج الحق ما كانوا يوصلوا لهذه الدرجة هذه، ولا الحق حتى مش معوق، المعوق الذي لا يعي شيئا في عقله، اما الانسان اللي محتاج في مريض معليش ما في ذلك عيب، لكن باش يوصل للدرجه هذه الاعاقه تكون هنا في العقل والقلب. تعرف انا علاش طرحني عندك؟ مثلا
أنا أخاطب إحساس الأب فيك، لو أنه مثلا بعت الشرع على بنتك هي من تعرضت إلى هذا الأمر، وش كنت تنصحها؟ ويعلم الله، الحمد لله، كيش يقول مثل شعبي، ما عندناش ما يخصناش، زواليه في حل، ما يحملش الذل سورتو سورتو. طيب جلال، كيفاش نحملوا أنا البنتي ولا البنت الناس ولا ها؟ كيفاش حملاته أهل رشيد، خوته وخياته وأمه اللي أنا تلقيت بهم في قليعة، وعلاش قبلوا هذا الشيء على ابن بنت الناس؟ للتخلص منه. تو لي مويان سون بون. ربما والله أعلم، والله أعلم، تفسير بديهي، ربما يقول لك باش نتخلصوا منه. طيب. يكبر هذه لازموا حاجات وكذا، اللهم مرأة وبعيد علينا تتكفل به وحنا رانا ورمهني. والله أعلم. خاطر ما سمعتش من الاثنين. طيب جلال، انت حكيت على نقطة أساسية في حساسة في حلقة اليوم، وهي حكيت عليها أيضا في التقرير، قالت لك أنا شغل الفضيحة اللي فضحني قدام الغاشي، لأنه هي جات عنده اليوم غد من ذاك الصباح بعثها لدارهم في كلوندستان، وشتا كانت تصب بعثها لدارهم هي هكاك عروسة، بعثها لأسباب نحن نتحفظ عن ذكرها، احتراما للمشاهدين واحتراما للمؤسسة التي نعمل فيها، ولأننا لم نريد أن ندخل كطرف في الموضوع، ولكن السيد أحمد يعلم جيدا لماذا أرجع السيد حد إلى أهلها، وهو لا يريد أن يذكر الأسباب، ولكن يمكنها أن تقاضيه بسبب ما قام به. وش رأيك في هو، خلينا منه، بعثها لدارهم هكاك في كلوندستان وهي عروسة، ما لازمش تتألم. صح الشوك، الصدمه كبيره، صدمه الوجعة كبيره، صحيح، خاطر ربما هذا الوضع هذايا يتطلب منها طاقه كبيره، والله اعلم، الله اعلم، مستواها الثقافي شويه محدود، محدود، ربي يكون معها ان شاء الله. العبره كي يجيك الشوك الاولاني، خبر كبير، خبر وفاه ولا لا قدر الله ولا حادث ولا حاجه، العاقل، الانسان العاقل اللي يعرف النبأ هذاك الاولاني، لو غرون شوك هذاك، يعرف يتصرف فيه، يعرف كيف يتصرف فيه. احنا نتكلموا خاطرنا في الوسع، ما عندناش، لكن الذكي والعليم هو انه كي يجي الخبر الكبير ولا يتصدم في حاجه كبيره، يعرف كومون جيغي ليموسيون، كيف يسير العواطف نتاعو، كيفاش يتربص ويخمم بعقله، ما يخليش قلبه ولكن ما لازم، شيء عادي. لا، ولكن تطلق. جلال الناس يعايروا، يضحكوا عليها ويعايروها، الناس الله يهديهم في كل الحالات. يا سيده حده، يا اختي حده، في كل الحالات لو كان هذا زوجك هذا ملياردير، ولو كان من اكبر ومن اجمل الرجال، وكان من اشهم الرجال، سيتحدثون عنك الكلام فيه فالانسان يفوت يخلي الكلام وراه ويمشي، وما فيهش عيب، لست انت الاولى ولا انت الاخيره في باش الطلاق هذايا، الطلاق راهي الاف المحاكم تغص بمثل هذه الحالات هذه ويطلقوا، هذا بالعكس، ولكن الطلاق بالمعروف، طلاق بالمعروف، والطلاق في هذه الحاله هو انقاذ لحياتها على الاقل، هو ان لم يكن يخمم، هو ما كانش يخمم على روحه، ولكن الحمد ربي لانها طلقته ما عاشتش معها. على كل، سنعود إلى نقطة أخرى ثانية ذكرناها، نحن نعيش في زمن مادي، أنت قلت لي أننا عايشين في زمن فيه مادية بزاف، لما وقفوا عند الجوج باش يثبت لها عقد الزواج ولكي يتم الطلاق، شغل عايرها قدام أهلها، قال لهم هي اللي أعطتني هذاك الخاتم، يعني هي نحت الخاتم من لحمها، كانت عندها، لأنه هي فقيرة جدا أكثر مما تتصور، أعطت له الخاتم ولا يعايرها ويضحك عليها، باش يتخبى، ما عنده سلاح آخر. الغريق اللي راح يغرق، وسط البحر، لما يشوف عرف زلاميت، عرف كشة كما هكذا، يتخيل وكأنه يخت كبير، بابور كبير، فتعلق بهذا السبب هذا باش يغطي شوية، يعمل شوية مكياج على ربما الفعل نتاعه، ولا ربما على ما سيأتيه، يعرض على ما سيأتيه، ربما كان يعلم ويعي أنه راح يتفضح ولا العيب نتاعه راح يتكشف إلى آخره، فيسبق القضية نتاع الخاتم والفلوس. أين هو الدين من هذا الكلام؟ هو يقول لك أنا متدين وأنا اعتمرت ثلاث مرات وأنا كذا وأنا كذا. ما عنده حتى علاقة. شوف، أن تكون أن تتألق كما أنت راك الآن باش تكون مشهور، باش توصل للنجومية، سهلة بسيطة. ما كانش ما أبسط منها. حتى ولو أن في الجانب أو سارق ذكي، سرق بنكة ولا سرق مؤسسة ولا واحد مش أخلاق، ذكي لكن ما عندوش عقل، ذكي الذكاء نتاعو يستعملوا في الحيلة لكن ما هوش عاقل، العاقل هو مؤمن،
العاقل هو من، وليس كل من يصلي كذلك. المولى سبحانه عز وجل احيانا يفضل الاحسان على ان تروح تجري تصلي ولا تعتمر ولا علاش هذه تحطها في السيف نتاعك، اعتمرت ولا صليت ولا مشيت للحج ولا زكيت ولا بينك وبين مولاك، هذه حاجه خاصه. من احنا في ايامنا هذه خلطنا كلش، خلطت علينا كل الامور، ونستمع ويجرونا الى اي حاجه بمجرد ما تشوفوا واحد عنده شويه كذا ولا اذا ننجر وراه. علاش ننجر وراه؟ لحاجه. الطماع يروح يكاتب، احنا نقولوا بالعاميه الطماع يكاتب في الملياردير، ما يكاتبش جلال اللي ما عنده والو في البنك، ما يهموش ولا لا، واللي يهم جلال خاطر شويه معروف يكاتفوا. لا، الانسان التقي الذي يخاف الله يجعل وكانه اخته ولا بنته هي اللي راح تتزوج، يا هل ترى تقبل بهذا ولا ما تقبلش بهذا يا يعني. اذا العامل الديني ما عنده حتى علاقه بهذا يا يعني. كونك واقعي، كونك واقعي، كونك بني ادم، كن بني ادم، ما تدخلش الدين في الامور، ما تستخدمش الامور الدين. هذا هو. طيب جلال، انت قلت يعني توجهت برساله الى حده، قلت لها انه الكلام يعني باطل والناس يهضروا في كل الاحوال ولازم تفوتوا. ولكن وش رايك انه شقيقها اخوها لما كي بعتها هو لدارهم في كلونديستان وش تتصب غد من ذاك، عيط لخوها قال له تزوجتوني بوحده مريضه عقليا، هل بدت لك مريضه عقليا ام هو اللي مريض عقليا؟ لك انا على حسب ما يبدو لي، والله اعلم، والله اعلم، صادقه فيما تقول، راهي مصدومه، تقول لك ربما وما عمرهاش 18 سنه يبدو لي، خافت من رد الفعل تاع الناس اللي في الدشره نتاعها ولا في العائله نتاعها ولا حطمت هذه المراه هذه. هذا من اليوم او شو قالت لك، قالت حاجه مهمه، قالت لما نشوف هكذا معناها نشوف اللحيه وقميص وليت هاو نفرها من الدين. نتصور هذه مسيحيه وارادت الدخول في الاسلام، تقول لك لا، تقول لك ما ندخلش، المسلمين هكذا. المسلمين لا، المسلم المؤمن، المؤمن ليس كل من حط راسه للقبله وصلى هو مؤمن. هاو الاحسان، اردت الباء واردت ان تحسن لهذه وتحسن للعائله نتاعك، علاش ما قلت لهاش من الاول هاو العيب اللي فيا، هاو واش عندي واش ما عنديش؟ قالت ايه، اللهم بارك ويجتمع الكل. قال يعني كان مش قضية، والله العظيم بالله الذي لا إله سواه، يا السعادة ما هي قضية دراهم، والله يا السعادة ما تقول لي لا براكة لا قصر لا شهادة عليا ولا أمية، السعادة ما عندها حتى علاقة بهذا يا. السعادة وين؟ كي تكونوا متفاهمين، تكون صراحة، صراحة تبدأ بالصراحة ما يكون إلا الخير. طيب جلال، هنالك امر اخر، والده السيده حده هي امراه كبيره في عمرها تقريبا 90 سنه او 80 سنه، فقدت القدره على الكلام بعد الصدمه، يعني كي رجعوا لها بنتها هكاك في كلونديستان بهذيك الصدمه فقدت القدره على الكلام، وشقيق حده طردها من المنزل هي ويماها، قال لهم خرجوا عليا حوزهم برا. زادت كبرت معاناتها ومشاكلها، معناها فقدت العائله، فقدت زوجها، فقدت عائلتها، وفقدت الام تاعها، احساسها بالذنب راح يكون كبير. انا نصيحتي لو كنت تعاودوا ترجعوا لها الى اخر، لازم تشوفها بسي طبيب نفساني، مش معنى انها راهي مريضه ولا احنا بمجرد ما تقولوا روح شوفها بسيكولوجي يقول لك هذا مهبول، ما تروحش وعيب، وعندي طبيب نفساني انا في الحي اللي نسكن فيه، يجيوا الناس باش يشوفوه خلسه يتخباو. علاش يتخباو؟ مريض كما الانفلونزا كما الروماتيزم كما عادي، انت يا ولا انا بريسيون تاع الخدمه الى اخره، تقدر تكون محتاج الى طبيب نفساني. احنا الناس هذوما خاصه يقول لك هذه راهي مهبوله وشدوها علينا، معناها تزيد تكبر، خسرت زوجها، خسرت اهلها، خسرت يماها، وخسرت خوتها. الصدمه كبيره والمعاناه راح تعانيها في الشهور والسنوات المقبله القادمه. انا الى عاودت رجعت لله في سبيل الله، حاولوا كيفاش تساعدوها تروح لبسي باش ترفعها شويه. نعم، ان شاء الله ان شاء الله بعد الحلقه، لانه هي امراه طيبه. نعم. ممكن تطيح في وليد فاميليا اخر يعرف. نعم. قيمتها، لانه ربي يفتح الباب من ما في ذلك شك، ربي هو الحمد لله انه ربي هو اللي متحكم في مصير. نعم. ما في ذلك الناس شك. وليس الناس هم من يقررون مصير ما في ذلك بعضهم شك. انا اريد منك جلال. نعم. ونحن على مشارف ختام حلقه اليوم، اريد منك رساله مباشره الى هذا السيد احمد هذا اللي كان سبب في تدمير حياه حده،
توجه له برسالة من رجل إلى رجل. إن إذا كان فعلا وحقا قام بالشيء اللي تقول فيه، ما عسني إلا أن أقوله اتق الله، اتق الله، لأن الدنيا هذه ما تعرف واش راح يخبي لك الزمن. كيف ستقابل مولاك غدا؟ غدا بعد حين تأتي الموت غفلة، ما تعرفش. أسألك، ثم امرأة ولية، امرأة ولية، فما عليك إلا أن تتوب، صلي ركعتين، خمم مع راسك مليح، وتخيل هذه المرأة هذه حدها، تخيلها أختك ولا أمك. شكرا كذلك لك. نعم. سي جلال. سي جلال، نعم. قبل أن نختم الحلقة، نعم. هنالك شخص عزيز على قلبك تتحدث عنه باستمرار وهو نسيبتك، تريد أن تتوجه لها بتحية ربما من البرنامج لأنها أعز ربما من يشاهدك الآن بعد زوجتك. حماتي العزيزة، أنا فقدت الوالدة رحمة الله عليها، لكن أعلمي بلي أنت والدتي، ورزقتني بأفضل مرأة على وجه الأرض. ربي يبارك فيك إن شاء الله، وربي يرزقك بالصحة والهنا والعافية، ودعينا دعينا لهذا البلد الطيب هذا، يا الله يرضى عليك ويبارك فيك إن شاء الله. شكرا سي جلال. أنا أنت تعرف أنا متشرف جدا باستضافتك معنا، على متشرف على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، لأنه أنا لقيتك واقف معي لما في بداياتي لما كانوا آخرون يتنصلون ويرفضون المساعدة، أنت كنت تساعدني وتساعد الكثير من الزملاء، أشكرك. معنى هذا أني جنت ليشبا أنا كما معنا، ما يحول ما يزول. الحمد لله، الحمد لله. على كل المشاهدين الكرام، حلقتنا لسهرة اليوم انتهت، سوف نلتقي بكم بحول الله الثلاثاء المقبل دائما في نفس التوقيت، دائما على قناة الشروق، قناة كل العائلة.